بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدين الكرام مشاهداتنا الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعداء جدا بلقياكم مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامجكم أسئلة المشاهدين، حيث نجيب على الأسئلة التي تبعثون بها إلى البرنامج عبر الواتساب على الرقم الهاتفي الذي يظهر أمامكم على الشاشة دائما، 0657806764. ونسعد مرة أخرى باستقبال فضيلة الدكتور سيدي يوسف الزنيبي. مرحبا بكم فضيلة الدكتور. الله يحبك سيدي. أسأل الله تعالى أن يتقبل منكم وأن يجزيكم عنا وعن مشاهدينا خير الجزاء. أمين. نبدأ بأول سؤال إذا سمحتم. السائل يقول: السلام عليكم، ما حكم إدخال تكلفة التوصيل في السعر النهائي للمنتج مع ادعاء أن التوصيل مجاني للزبون؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، يعني هذا الفعل يعتبر من الغش ولا شك في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. ف يعني هذا الإنسان يعني تيأدي واحد العمل معين مقابل أجرة معينة، ويزعم فيها أنه راه التوصيل مجاني، ثم نكتشف بعد ذلك على أنها الأجرة ديال التوصيل راه داخلة في العمل. هذا لا شك فيه غش وفيه خداع للناس، فمفروض هذا الرجل يتقي الله تعالى، أو هذا الإنسان الذي يتعامل مع بهذه المعاملة أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويكون واضح مع الناس. إذا أراد أن يأخذ هذا يأخذ ويقول التوصيل كذا وكذا، وإذا أراد فعلا أن هذا فلا يأخذ على هذا التوصيل حتى تبرأ ذمته ويكون مكسبه حلالا، والله أعلم. بارك الله فيكم. سائلة تسأل تقول: كنت أدرس في مدرسة خاصة وكنت أذهب في البداية، ولكن من بعد مدة قصيرة لم أعد أذهب، والامتحانات كنت فقط أكتب الجواب من ورقة شخص آخر، لكن في التكوينات أخذت التكوين. تقول: سؤالي، هل يجوز لي كتابة اسم الشهادة، يعني هذه الشهادة التي تحصلت عليها بالغش خلال الامتحانات، تقول: هل يجوز لي كتابة اسم الشهادة في السيرة الذاتية مع العلم أن المباراة التي أريد أن أدفع لها ليس لها علاقة بالشهادة؟ أقول لها: من حسن حظك لأن المباراة لا تشترط هذه الشهادة. إشكال لو كانت المباراة تشترط هذه الشهادة، غادي يكون إشكال عندك في إضافتها في الملف. فالأمر الذي أقدمت عليه الأخت كما بينا سيدي يوسف واحد في حلقة سابقة، نعم، سابقة لأن الحلقة الأولى من هذا البرنامج، نعم، الإنسان اللي تيكون عنده شهادة بتزوير وتيخدم بها، قلنا فهذا أمر لا يجوز شرعا، واضح. فكونها يعني هذه الشهادة غير مشروطة في الملف، فنقول لها: لا، لا داعي، الحمد لله نجاك الله سبحانه وتعالى وجعل لك مخرجا على أنك هذه الشهادة لا تستعمليها أبدا، لأنك لا تستحقينها، وأنك تشهدين على نفسك أنك تحصلت عليها بطريق غير شرعي، فنقول: لا تضاف ولا لا تضيف إلى السيرة أبدا، وتستغفر الله تعالى وتتوب من هذه الفعلة، والله تعالى على. سبحان الله دكتور، هذا الأمر ديال الغش في امتحانات مع الأسف شائع بين كثير من الطلبة والتلاميذ، يظنون بأنهم إن لم يغشوا كأن أبواب الرزق ستغلق في وجهه وأنه لن يحصلوا شهادات. صحيح. الله المستعان، وهذا أمر خطير. نعم. يعني ولهذا نجد أن يعني المشكلة ديال الطلبة أنهم يكرهون الأساتذة اللي هم تشدوا عليهم في الباب، وكما قلت لك أنه تحرمهم من رزقهم. نعم. وتستغل يضيعون مستقبلهم كأنهم وتتسمع في بعض اللقاءات ديال الطلبة ديالنا من بعد خروجهم من الامتحان، ما تتكلموش على الامتحان، على المادة، على النوعية ديالو، تتكلموا ما خلناش نقلوا تشدوا علينا في الامتحان. هذا هو الكلام غالبا القليل اللي تلقى تتكلم على المستوى ديال هذا، فهذا أمر يدل على أن التربية نحتاج إلى كثير من الأمور، تصحيح المفاهيم، واحد يخدم
وتيسهر الليالي ويجي الانسان ما يخدم حتى شي حاجه وينقل ويدوز وينجح. هذا فيه لا شك فيه تفويت للفرص وفيه بزاف الامور. الله المستعان. الله يصلح الاحوال. امين. سائله تسال تقول ما حكم استعمال الوصفات لزياده الوزن مثل وصفات الصحراويه والكوفيه وغير ذلك؟ على كل حال عموما قضيه انسان انه نحيف وبغى يزيد في الوزن ديالو او ضخم وبغى يخفض من الوزن ديالو هذه امور داخله في الامور المباحه. الاصل فيها المباح، لكن اتخاذ اي اجراء اما طبي او غذائي يحتاج الى استشاره ولا شك في ذلك، لانه ما يعرفش الانسان، لان المشكل فيه كاين، المشكل كاين في التركيبه. بعد مرات العشبه وحده ما دير والو، ولكن لما تضاف عليها كثير من الخلطات هنا هذا التركيب عنده الناس ديالو، عنده الناس اخصائيين ديالو، فالله اعلم ممكن هذا التركيب هذا قد يؤدي او قد يكون يؤدي بضرر الى في الجسم الانسان. فنقول الحكم راه جائز بالانسان يخفف بالانسان، هذا ما دخلش في تغيير خلق الله، ولكن لابد من استشاره اهل الاختصاص في ذلك. بالنسبه للتركيبه وبالنسبه للنوعيه اللي غادي ياخذ الانسان واش تصلح له ولا تصلح. حيت بعض المرات يعني ذاك الانسان النحيف الا استعمل واحد ادويه معينه ما تبقاش تحكم الوزن ديالو، تكون عنده اثار سلبيه ويصل به الامر الى انه يصير يدخل في السمنه ويدخل. فهذا الشيء خاصو الناس ديالو، خاص الناس اخصائيين للاستشاره. والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم. سائل او سائله ماذا يسال، هل ينفعني دراسه متن الجزريه في تعلم احكام ورش؟ لا، متن الجزريه لا ينفعك في تعلم الورش، ينفعك في القواعد العامه للتجويد. ان ابن الجزري رحمه الله عليه قسم الجزريه ثلاث اقسام كما يخفى على شريف علمكم، ذكر المخارج والصفات وذكر ما يتعلق بالنون الساكنه والتنوين، وذكر المدود وحكم اللام وحكم الراء. يعني هذا الملخص اللي سماها المقدمه، لكن الاحكام مش احكام اخرى وكثيره جدا، فتحتاج فيها الى نظم خاص في الامور. يعني هناك كتابات، هناك ورقات، هناك مثل الضرر مثلا وغير ذلك من الكتب، هذا الذي هو خاص في يعني في الامام ورش. اما الجزريه فهي في الاحكام العامه. نعم. ولعل هنا اذا سمحتم هذا السؤال نستحضر فيه ما ذكرتموه في الحلقه الماضيه حول مساله المبتدئ بما يبدا، انه ينبغي ان يستشير شيخه وهو الذي يرشده، وبالاخص علم التجويد، يعني هذا لا يمكن اصلا يتلقى من الكتب. صح. فلا بد، لعل السائل او السائله يدرس على يد شيخ. الله خير. فنستحضر ما ذكرتموه في الحصه الماضيه في الحلقه الماضيه. صحيح، لا بد انه يستعين باستاذ له، يعني يصح له المخارج والصفات. نعم. وكثير كما قلت كثير من الاشياء ممكن الانسان يتلفظ بها ويقراها الا عن طريق السماع. نعم. القران اصلا فيه هو السماع. نعم. بارك الله فيكم. السؤال يقول في بعض الاحيان تكون درجه الحراره مرتفعه ليلا، فهل يجوز لي ان افتح النوافذ؟ هذا في الحقيقه حديث نقراه من الآداب الشرعية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا
ولو غتحط عليها غير شي حاجه ولو ان تعرضوا على شيء واطفئوا مصابيحكم. كذلك في رواية أخرى خمروا الآنية وأوكئوا الأسقية وأغلقوا الأبواب أطفئوا المصابيح عند الرقاد فإن الفويسقة يعني الفأرة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت البيت. وأكفتوا صبيانكم عند المساء فإن للجن انتشارا وخطفة. إذن هذه الحديث كلها تدل على أنه من الآداب ومن باب الاستحباب أن الإنسان يتقيد بهذه الوصية وصية النبي عليه الصلاة والسلام. لكن العلماء يقولون هذا في حدود الحاجة، بمعنى الإنسان إذا احتاج إلى فتح النوافذ فتحها، وإذا احتاج إلى فتح الباب فتحه. لأن خاصة يعني في كثير من المناطق من المستحيل أن يظل البيت النوافذ المغلقة، لكن يفتح منها ما هو محتاج إليه الإنسان، وما هو يعني غير محتاج الإنسان يعني الأفضل أنه يغلقه من باب إما دخول بعض الدواب أو بعض الحشرات هواء، أو كذلك من باب كما أشار النبي عليه الصلاة والسلام دخول الشياطين. إذن فالشاهد من الكلام وهو إذا احتاج الإنسان إلى هذا الأمر استعمله على قدر الحاجة ولا حرج عليه في ذلك. هذا ملخص الكلام. أحسن الله إليكم. السائل نفسه يسأل ما حكم مشاهدة المرأة للبرامج الدينية علما بأن الذين يظهرون فيها من المشايخ والعلماء؟ هو يعني لا حرج في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحضر معه النساء في الجمعة، وكانت يحضرونه في المجالس، وكان يخصص لهن يوما في الأسبوع. فنظر المرأة إلى الرجل يعني فهو إلى الجائز، لأنه الوجه ليس بعورة. فلا حرج في ذلك، يعني تنظر إلى هذا وتستمع إلى لقاء الأستاذ. وكذلك حتى الرجل لما تكون مثلا المرأة محتجبة وكاشفة لوجهها على القول بأن الوجه ليس بعورة، فكذلك ينظر إليها ما دامت النظرة كما نقول احنا نظرة بريئة. إذن متى يجب غض البصر؟ عندما تصبح النظرة هذه فيها نوع من يعني الملاحظة وتتبع الملامح، تتبع الصفة، هنا تقول لك الشرع وهنا غض البصر. أما إذا كانت النظرة من أجل الحوار، من أجل الاستماع، من أجل السماع، فلا حرج في ذلك. فلا تتحرج الأخت بأنها تستمع إلى المشايخ وتنظر إليهم، لأن هذا من الأمور التي أباحها الإسلام. جزاكم الله خيرا. سائلة تقول كيف نعرف زمن الحيض؟ والله زمن الحيض يختلف باختلاف يعني البنات وباختلاف الزمان. يعني المرأة يعني إذا كانت مبتدئة لأول مرة غادي يجيها الحيض فإنه يظهر له علامات، تظهر له علامات يعني تظهر علامات أنه يخرج هذا الدم، وهو دم يعرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعرف بأنه رائحته معروفة عند النساء. وفي حالة الشك هل هو حيض أو ليس بحيض، فأفضل شيء يستشار مع الطبيب المختص. أصبح من الضروري يعني هل هذا دم حيض أو دم يعني فساد، فلا بد من الاستشارة. ثم بعد ذلك تصبح المرأة معتادة لأمر معين، فتنتظر يعني حيضتها في الوقت الذي غالبا يعني إما في نصف الشهر أو في آخر الشهر، يعني حسب عادتها. يعني هذا هو. ومن الجدير
بالإشارة سي يونس، وهو أن بعض الأخوات تظنوا على أن علامة البلوغ هي خاصة بالحيض، رغم أن الحيض هو العلامة البارزة وهي الغالبة وهي التي تتميز بها المرأة عن الرجل، وإلا فالبلوغ علامته مشترك بين الرجل والمرأة، وهو يعني قضية شعر الإبط أو شعر الآن العانة. هذه من الأمور المهمة التي ينبغي أن ينتبه لها الأمهات، بمعنى قد يتأخر الحيض لكن الشعر قد ينبت، معنى ذلك أن البنت قد بلغت، فلا ننتظر حتى يعني تظهر علامات الحيض ونقول بعد ذلك أنها لا، قد تبلغ البنت إما بهذه العلامة وإما بالحيض وإما بالسن كما ذكر الفقهاء. هذا أمر لا بد من الإشارة إليه. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير على التنبيه، بارك الله فيكم. سائل يقول عندي سؤالان. إذا صليت في جماعة والإمام يقرأ سورة الفاتحة وأنا سهوت، وبعد إنهاء الإمام القراءة دخلني الشك في عدم قراءة سورة الفاتحة، هل صلاتي صحيحة؟ على كل حال هو ربما يقصد المفهوم ربما الصلاة الجهرية، ربما الظاهر هذا، لأنه قال الإمام يقرأ سورة الفاتحة وأنا سهوت، يعني أنه لم يتابعه. على كل حال إذا كان الإمام في جهرية فالذي ندين الله به وهو مذهب المالكية أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، بل نقول بالعكس يجب الإنصات، إن الله تعالى قال وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال غير واحد من العلماء أنها نزلت في الصلاة. إذن فالذي يظهر مسألة، نعرف أنها فيها خلاف قوي قديم جديد يعني، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه الإنسان عندما يكون إمام ويقرأ يستمع. ولهذا لو دخل هذا الإنسان وجد الإمام راكعا لكان مدركا لركعة، وإن لم يقرأ الفاتحة. هذا من أدلة التي سدل بها العلماء على أن الإمام يتحمل قراءة الفاتحة، بل عند المالكية حتى في السرية. يعني نفترض أن الإمام أن المأموم وقف في الصلاة ولم يقرأ شيئا، فإن قراءة الإمام قراءة له جهرا أو سرا، لكن في السرية يستحب له القراءة، لكن في الجهرية يجب عليه الإنصات. فهذا الإنسان الذي سأل هذا السؤال نقول له لا ضير عليك، يعني من حيث الصحة فصلته صحيحة، لكن إنسان ينتبه من جهة الخشوع واستحضار القلب عند الصلاة. نعم، جزاكم الله خيرا. سؤاله الثاني يقول أنا نويت أن أقرأ سورة، وعند بدء القراءة يعني في الصلاة قرأت سورة أخرى مشابهة لها في أولها، ما حكم هذه المسألة؟ هذه مسألة خلافية والأمر فيه ساعة في نظري. هناك بعض العلماء من قال لا ينبغي له ذلك، تغيير النية في قراءة السور لا ينبغي، وبعض العلماء توسع في ذلك، فنقول إن شاء الله صلاة صحيحة، ولكن خروج من الخلاف، والأحوط أن الإنسان يتقيد مدام نوى أن يقرأ القرآن بسورة معينة فليقرأ. يعني قدر الإمكان، يعني بعضهم يقول لا إلا إذا كان نذرا فيجب عليه أن يتقيد به، لكن ما دام أنه يعني أراد فالأمر فيه سعة. وهذا الأمر يشهد له بعض الأحاديث العامة، وهو مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعزم على أنه يطير في الصلاة فيسمع بكاء الصبي فيوجز. فهذا يعني هذا التغير من أمر إلى أمر بحيث لا يغير من هيئة الصلاة، العلماء قالوا هذا لا حرج فيه إن شاء الله. فنقول إذا ملخص الكلام، الأمر فيه سعة، بعض أهل العلم كرهه وبعض أهل العلم توسع فيه، فنقول الأولى التقيد بما نويت. الحمد لله. سائل يقول جزاكم الله خيرا، ما حكم التدخين
وتناول الكيف وهي المتعاطي والمدمن على تناولهما يعتبر مذنبا من أهل النار. هو الآن لا نعلم خلافا في أن هذه الأمور التي ذكرت محرمة عند العلماء. قديما كان خلاف، أصل إجماع، الأصل إجماع. الأول كان خلاف لأن الطب لم يكن قد قال كلمته عندئذ، حتى نجد بعض العلماء كانوا يدخنون. يعني لا لأن ما كانش أصل الإباحة، الأصل الإباحة. نعم الأصل يعني الإباحة، فكانت الأمور وما شابهها كان العلماء لا يجدون فيها حرجا لأنها ليست فيها فتوى، وبعض من يتركوها يتركها من باب أنها مخلة بالمروءة أو ما أشبه ذلك. لكن الآن العلم تطور وأثبتت أن التدخين خطره عظيم. يعني لما تقرأ الإحصائيات سيدي ونصرات، لأن التدخين تحصد في السنة الملايين الأرواح يعني، ومع ذلك الله المستعان يعني الناس مستمرة. يقولون يقول القاتل رقم واحد عالميا. القاتل رقم واحد. ويسمونه بالانتحار البطيء. لأن صاحبه مسكين، أنت عرف على أنه راه يعني هو سبحان الله العظيم التدخين لما تنظر له إلى علاقته بالمقاصد أو الضرورية الخمس التي جاء بالإسلام تلقى كله ضده. صح. الإسلام جاء من حفظ، من أجل حفظ المال، هو مصيبة مع المال، محرقة للمال، محرقة. يعني الإنسان يصل إلى ثلاث علبات في اليوم. الله مستعان. نعرف أشخاص هكذا لا إله إلا في اليوم. يعني هذا المال هذا سيسأل عنه ولا شك، يعني يعود من فقه على أولاده على صحته. الإسلام جاء بحفظ الصحة، هلاك المبين هذا، والناس يعني تموت. وعندنا في الأسر ديالنا وفي الأصدقاء ديالنا اللي كانوا انتقلوا إلى 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 إن شاء الله إلى رحمة الله بسبب هذه المصيبة هذه، ومع الناس هذا تعيط. العقل يؤثر على العقل، وإن كان هو لا يسكر لكنه ما تخليش مولا على راحته، خصو تا يدخن عادي، يشد معك الخط وعادي، ولا ما كانش القارو ولا ما كانش هذا راحته مضطربة وعقله ينفعل وغضبان هذا. فالشاهد لما تنظر له إلى إلى النفسية وإلى كل حاجة سبحان الله العظيم تجد على أن هذا الدخان وهو بوابة لكل شر. جميع الناس الذين الشباب اللي تنبسوا معهم وتنعرفهم اللي تبتلوا بالكيف وتبتلوا بالتدخين والحشيش تقول لك أول ما بدأنا به هو التدخين. بعد ذلك هان علينا كل شيء، فلا شك أنه حرام وأن فاعله يستحق العذاب. يعني قضية دخوله النار هذا أمر غيبي، الله تعالى يتولاه يوم القيامة، لكن هو قد ارتكب ذنبا ويجب عليه أن يتوب قبله فوات الأوان. والكيف أيضا كذلك كل لا شك، لأنه الآن لما تتكلموا على الكيف ننتقل إلى موضوع آخر، يعني عن المسكرات وعن المفترات وعن المرقدات. هناتي ولي أمر آخر، يعني حتى الحاكم لما يتدخل في هذه الأمور يتدخل بكل قوة. فهذه كلها أمور يجب الابتعاد عنها لأنها محرمة باتفاق العلماء. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: أولا أسأل الله تعالى أن يجزيكم خير الجزاء على مجهوداتكم. سؤالي بارك الله فيكم وكالتالي: هل تجويد القرآن واجب في الصلاة؟ هل تبطل صلاة من لم يجود القرآن وخصوصا الفاتحة لأنها من أركان الصلاة؟ الله أكبر. على كل حال، هو بعض العلماء يرى أن التجويد واجب كما ذكر ابن الجزري وغيره. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. لكن الذي يظهر والله تعالى أعلى وأعلم أنه هو فرض كفاية،
من أجل حفظ القرآن وحفظ قواعده التي أنزلت هكذا ورتل القرآن ترتيلا. لكن إلزام الناس به مطلقا يعني نقول هذا ربما في نوع من الشدة. فمن كانت قراءته صحيحة يعني عربية إملائية وإن لم يراعي فيها قواعد التجويد نقول إن شاء الله صلاته صحيحة. لكن المشكلة إذا كان هذا الإنسان قد وقع في ما يسمونه العلماء باللحن الفاحش يعني الذي المعنى فيه يتغير والمعنى ينقلب ويكون في خلل في المعنى، فإذا وقع ذلك في الفاتحة فالصلاة باطلة. لكن إذا وقع في غيرها مع صحة الفاتحة كما قلنا ولو إملائيا وعربيا فالصلاة تكون صحيحة. يعني نتكلم عن اللحش عفوا عن اللحن الفاحش الظاهر ماشي ذاك اللحن الخفي الذي يعرفه العلماء. يعني مثلا مخرج من مخارج ما خداش الحق دياله، مثلا صفة من الصفات ما خداش المخرج ديالها الحقيقي، هذا متجاوز عنه. يعني استبدال مثلا حركة لا تخل بالمعنى مكان حركة أخرى لا يضر، لكن إذا كان الإخلال أو تبديل حركة بحركة بحيث تغير المعنى فلا شك أن الصلاة تكون باطلة. فنقول للإنسان منفروض أنه يتعلم هذا العلم، هذا يتعلمه وخاصة الضروري منه، وأقل قليل يتعلم ما يصح به كما قلنا صلاته التي هي يعني الفاتحة. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. بارك الله فيكم. سائل يقول أنا شاب عمري 20 سنة، الوالدان يريدان أن يشتري منزلا بالربا وأنا نهيتهم عن ذلك ولم يسمع كلامي، هل أنا آثم إن سكنت معهم في هذا المنزل المشترى بالربا؟ أنت على كل حال هو جزاه الله خير على النصيحة، وبالفعل الذي أقدم عليه الأبوان أمر خطير وعظيم عند الله سبحانه وتعالى. الله تعالى حرم الربا وجعل الذي يأكل الربا جعله محاربا لله ولرسوله. والله تعالى أعطاه أوصاف كثيرة في القرآن الكريم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من مس يوم القيامة، أي حتى في عذاب القبر عذابه هو هذا، يعني يسرع ويسرع إلى أن تقوم الساعة. والله المستعان. والله تعالى قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني حتى قال أحد الصحابة يوم القيامة يعطى المرابي سيف يقال تعالى حارب الله والعياذ بالله. فلهذا الربا إنسان يبتعد عنها ويسأل الله تعالى دائما أن يبعده عنها قدر الإمكان. ونعرف كثير من الإخوة الذين تساهلوا في هذا الأمر ومشوا عن الفتوى خاصة السكان، والله يحكون أمور غريبة أن الأحوال دينهم تغيرت أحوالهم، حتى أن نعرف يعني بعضهم اضطر إلى أنه يبيع هذه كذا ويعاود من جديد لأنه شعر بأن الأحوال تغيرت جدا. فنقول له جزاك الله خيرا، أنت نصحت وأديت ما عليك، لكن هذا لا يمنعك أن تسكن مع والديك خاصة إذا كنت محتاجا إلى ذلك. يوم إن شاء الله تعالى يكون عندك نفقة مستقلة وعندك مدخول مستقل فحينها تعتزل، ولكن تعتزل ليس من باب الهجر، تبقى المصاحبة ويبقى النصح ويبقى تبقى الزيارة، لكن تستقل بنفسك من باب الاحتياط والحوض. سبحان الله، هذا الأمر الذي ذكرتم من تبدل أحوال هؤلاء الناس هذا صار كالمتواتر سبحان الله، يعني من أخبار الناس الذين وجدوا يعني الحرب سبحان الله لما تعاملوا بالربا. سبحان الله، صلى الله أن يتوب علينا وعلى المسلمين.
حفظكم الله شيخنا، الله يجزيكم عنا كل خير. يا ربي منكم ان شاء الله. الله بارك الله فيكم مشاهدينا الكرام، انتهى وقت هذه الحلقة، ونضرب لكم وعيدا في الحلقة المقبلة بإذن الله عز وجل، ونحن في انتظار أسئلتكم دائما على الرقم الهاتفي الظاهر أمامكم على الشاشة 0657 8 06 64. وإلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.